بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم زكريا عبد العالي، مهندس برمجيات، ونكمل في دورة الأوكتوبيس الدرس الخامس. في هذا الدرس سنبدأ أول مشروع، يعني إنشاء أول مشروع في الأوكتوبيس. إذا تكلمنا على هذا المشروع الذي أنشأناه معا في الدرس الأول، وقلنا أنه عملنا يعني الديبلويمو مانيال، يعني باليد، يعني أنشأنا عن طريق إياس هذا الموقع، وعملنا كوبي كولي للموقع في مجلد معين، ثم ربطناه وحددنا هنا الكونفيجريشن، أعطينا له الهوست، أعطينا له البورت إلى آخره. كل هذا قمنا به يدويا على عن طريق إياس. الآن كيف نعمل كل هذا بواسطة الأوكتوبيس؟ إذا نفتح الداشبورد الخاصة بالأوكتوبيس سيرفر. هذا الأوكتوبيس سيرفر، نذهب إلى بروجكت كما تلاحظون هنا. قبل البروجكت، لأننا عندما ننشئ بروجكت يطلب مني ما هو الباكيج، كما يعني عملنا في الصورة. نذهب إلى الصورة. إذا قلنا أن الأوكتوباك ينشئ لنا باكيج هنا، هذا الباكيج. عندما ننشئ مشروع هنا جديد خاص بالموقع الذي نريد، سيطلب مني، يقول لي ما هو الباكيج الذي سأربطه، يعني السورس الذي أو المجلد الذي تريد أن يكون على إياس. إذا سنذهب لليبراري لإضافة أول باكيج قمنا به. نذهب إلى أبلود باكيج، نختار الباكيج الذي أنشأناه في الدرس الأول عن طريق الأوكتوباك. إذا نختار المسار للموقع الذي هو موجود في الفيزيو ستوديو. قلنا هذا هو الموقع الذي قمنا بإنشائه، موجود في الفيزيو ستوديو، وتعلمنا كيف عن طريق الأوكتوباك نضيف في الأوبجكت هنا أوكتوباك هذه المجلد، ونجد الباكيج الذي قمنا بإنشائه وأعطينا له ريليز. لنغير ريليز هنا، نسميها أو صفر، يكون أول ليس ريليز، أول باكيج. هذا باكيج وليس ريليز. أوكي، إذا عندي الباكيج رقم 1000. أوكي، هذه هنا نعمل تشيك اذا كان عندي يعني واحد اخر بنفس الاسم ونريد تغييره على مستوى السيرفر. يعني قمنا بالتحميل الاول والتحميل الثاني بنفس الاسم، اذا نريد ان نحطم الاول سيقوم بتحطيمه هكذا. هنا يعني اول كما تلاحظون هو فارق، لا يوجد باكيج، نعمل هكذا فقط ابلود، ويقوم بنقل هذا الباكيج من الجهاز الى السيرفر. بما ان يعني هذا الجهاز هو سيرفر في حد ذاته كليون وسيرفر، اذا سيكون سريع جدا النقل. اوكي، وضع الباكيج في مجلد معين عندما قمنا بتثبيت الاوكتوباك سيرفر. لو تتذكرون طلب مني مجلد معين، يعني مسار معين للاوكتوباك سيرفيس لوضع الباكيج، ووضعت له في الدي بروجرام فايل اوكتوبيس. هذا المسار سيضع فيه هذا الكوبي، هذه النسخه من الباكيج الذي اعطيته اياه. اوكي، الان بعدما عملنا تحميل للباكيج، الان موجود على مستوى السيرفر، موجود في المجلد الذي ذكرت. سنقوم الان بانشاء اول مشروع الذي قلنا سنسميه سوفت ويب، يعني بهذا الاسم، ويكون الهوست، نحافظ على نفس الهوست، نفرض ان هذا هو الموقع يعني الخاص بنا، اذا اسمه سوفت ويب .NET. إذا سنحافظ على الأسماء كما هي. إذا هذا اسم المشروع، سنسميه سوفت ويب. اسم للمشروع فقط. كما تلاحظون أعطاني ميني هنا. أوكي، هذا الميني فيه الكثير من الأشياء، لا نتناول كل الأشياء، فقط سنذكر نتكلم على variables، نتكلم على الريليز، ونتكلم على البروسيس. أول شيء هو البروسيس. إذا البروسيس ما هي؟ هي الخطوات التي نحددها في هذا المشروع. يعني نقول لأوكتوبيس سيرفر قم بالمهام التالية. أول مهمة، يعني عندنا مهمة واحدة، هي الآن فقط مهمة واحدة، هي إنشاء الموقع على مستوى إياس. إذا سننشئ ما هو مهمة ستيب، هي بروسيس هنا، ونقول له أريد أن يقول لي أن يقوم بعمل نسخة، يعني ويب، نكتب هنا وتظهر لي العديد من الأشياء التي تستطيع عملها. عمل بوش أوتوماتيكلي عن طريق الجيت، عمل
الكثير الكثير من الأشياء أتركهما على أزور، يعني هنا تخطط مع أزور، عمل الكثير من الأشياء كلها، وأنا أريد فقط إيس، إذا سأختار هذا. أوكي، هذه المهمة ما هي؟ مثلا نسميها create و add website. إذا سنضيف website إلى إيس، إذا سننشئ مثل ما عملنا هنا، مثل ما نعمل هكذا يعني add website، هذا سنعمله أوتوماتيكيا. إذا سنقول له add website، هي مفعلة نتركها يس. هناك بعض الأمور لا نحتاجها. هنا يطلب مني الرول، تذكرون أنا أضفنا رول لحد الآن لم نستعمله، سنستعمله هنا لأنه ضروري. هذا الرول لا يعمل شيء، فقط اسم لحد الآن لم نقل له، سميناه ويب سايت ويب سيرفر، لكن لست أدري يعني لحد الآن، هو فقط عملية فلترة أو عملية كما نقول، يعني نستطيع أن نسميها فلترة، يعني متى تقوم بهذه المهمة؟ عندما تتوفر لك، يتوفر لك هذا الشرط. ما هو هذا الشرط؟ هو هذا الرول. أوكي، إذا هذا بصفة عامة عن الرول. إذا متى تقوم، إذا توفر هذا الشرط قم بهذه المهمة. أوكي، هذه المهمة لحد الآن لم نعرفها ولم نعطيها أي، يعني فقط هو كألياس كاسم فقط. الآن الباكيج يطلب مني ما هو الباكيج الذي سنربطه بالمشروع، يعني في كل مرة عندما نحمل باكيج سنربطه أوتوماتيكيا، هو يعرف ما هي الرقم اللي يعمل لي انكريمنتلي للريليز وكل شيء يعني خاص بالمشروع، لكن سنربط المشروع الآن مع الباكيج. نضغط هنا سنجد قائمة الباكيج الموجودة. إذا هذه سوفت وير، هذا الباكيج الذي عندي، باكيج اي دي. لو ذهبنا إلى ليبرين نجد أن الباكيج اسمه سوفت وير. ثم الآن سنقوم بإعطاء بعض المفاهيم لـ ES. إذا سنختار ES، نقول له اسم، يطلب مني ما هو اسم الموقع، وهنا سميناه ماذا؟ سوفت وير ونت، ليس الهوست، هذا اسم فقط، نستطيع أن نسمي ما نشاء، سوفت وير ونت. هنا بالبي لم أضع ثلاثة، سأضع بي. الآن البول ستكون بنفس الاسم، يعني دائما أغلب الأحيان عندما نعمل نيو هنا سوفت ويب، عندما نعمل نيو أد عفوا هنا نعمل أد ويب سايت ونعطيه اسم، يضع لي هنا الاسم الموقع، وبنفس الاسم سيضع البول كما تلاحظون هنا. software.net فعلا يعني سنغير، لا نعمل نت اوكتو، سنسمي اوكتو كي نفرق ما بين الاول الذي عملناه يدويا وهذا، سنسمي بنفس الاسم سوفت ويب اوكتو. اوكي، كل شيء تمام. نستطيع هنا تغيير، نعمل سيرف لوكال سيستم، انا دائما ما اعمل لوكال سيستم في هكذا، لا اجد مشاكل في عمل كوبي كولي في يعني في اللوكال في الديسك، يعني هناك كثير يعني من الامور نستطيع عملها في اياس، نستطيع عملها هنا، يعني نفس الشيء الموجود في اياس نستطيع عمله هنا. هنا يطلب مني الهوست، اذا هو ال HTTP بروتوكول يشغل على البور 80. اذا الهوست نيم اين هو؟ الهوست نيم، هوست نيم قلنا نسميها software.net، هذا الهوست نيم هو نفسه عندما نعمل بايندينج هنا edit binding. بما انه نفس الاسم لابد من ان نغلق التطبيق هذا، نوقفه لانه سيأخذ، لأن نريد يعني الهوست بنفس الاسم، والا سيحدث خطأ في عملية deployment. اذا اوقفنا الموقع السابق الذي عملناه يدويا، اعمل سيف. إذن ES Identification سأقول أنونيم الآن، بعدها سنتعلم ما هو الويندوز وفورمز وهذا كل شيء، نعمل سيف. بعد عملية إنشاء أو Create أو Add للويب سايت على مستوى ES عن طريق الأوكتوبيس وتعريف كل هذه الأمور التي حددناها هنا، ونستطيع إضافة أكثر. الآن ماذا نريد أن نعمل؟ نضيف ستيب أخرى، مثلا Notification.
نوتيفيكيشن هي من نوع ميل، يعني عندما نريد بعد من صنع الموقع وعملية deployment سيخبرني أن كل شيء تمام، يرسل لي ميل يقول لي تمت إنشاء الموقع بنجاح. أوكي، أنا ليس عندي SMTP لأنه يطلب الأدرس SMTP ويطلب بورت وكذا وكلمة سر، والبورت أكيد 25 وكلمة سر، لكن أنا ليس عندي SMTP لذلك لا أعمل هكذا. فقط لأنبهكم أن هناك الكثير من الأمور التي تستطيعون أن تختاروها هنا، وأوتوماتيكيا ستوضع بالترتيب يعني بالتسلسل، يعني نفذ هذه التعليمة، نفذ هذه التعليمة، هذه المرحلة، هذه المرحلة، هذه المرحلة، هذه المرحلة إلى آخره. أوكي، إذا أنشأنا مرحلة واحدة، الآن كل شيء تمام. إذا تعلمنا كيف نعمل بروسيس يعني إضافة المهام، تعلمنا كيف نضيف باكيج، كما تلاحظون عندي سوفت ويب هنا الباكيج الذي أحضرناه من أوكتوباك، تعلمنا بعد ذلك إنشاء بروجكت، هذا البروجكت تعلمنا ننشئ فيه مهام، المهمة الأولى هي create website. الآن سنعمل release. إذن عملية الريليز هي إنشاء الريليز، هي تحضير الريليز لعملية deployment. إذن هنا سنكتب اسم، أوتوماتيكيا سيحدد لي آخر باكيج قمت بتحميله أو عملية upload، تنزيل تحميل، نعم تحميل. إذن آخر باكيج هو رقم 2، غيرنا الاسم المجلد لكن هو لم يغير في الداخل، لابد أن نغيره على فيجوال ستوديو كي يأخذ 1.0.0. أنا غيرتها فقط في اسم الباكيج وهذا لا يأخذ بالحسب. أوكي، إذن آخر باكيج هو هذا. سنكتب رومارك هنا، ملاحظة فقط، نقول مثلا my first release، my first release. اوكي، اعمل سيف. اذا لحد الان ماذا اعيد، تعلمنا كيف ننشئ نضيف باكيج، بعدما تعلمنا انشاء الباكيج عن طريق الاوكتوباك، تعلمنا اضافته عن طريق ليبراري، عن طريق ابلود، وضعنا الباكيج على مستوى السيرفر. الان عملنا مشروع جديد، المرة القادمة لا ننشئ نفس المشروع، هو موجود مشروع، إذا عملنا نريد إضافة باكيج جديد نضيف باكيج جديد ونربطه مع المشروع الجديد، إذا ننشئ فقط ريليز، نذهب إلى ريليز ونقول له هذه الريليز، ننشئ نعمل كرييت ونحدد الباكيج الذي حملناه لتو. إذا أنشأنا ريليز، هذه الريليز، وكما تلاحظون هنا نستطيع الديبلويمنت في التست، في الكيو اي، في ستيجينج إلى آخره. نبدأ بالتست، هو ليس عندي سيرفرات أخرى لذلك حتى اللون يعني ليس مفعل. إذا التست سأقوم بالتفعيل الآن، كما قلنا في ستيب يعني في البروسيس، ما هو اسم الموقع الذي سيضيفه؟ اسمه أوكتو، سميناه سوفتويب أوكتو، أكيد يعني هنا سنجد أنه ضاف موقع اسمه سوفتويب أوكتو. أوكي، سنذهب إلى ريليز ونقول له قم بديبلويمنت لهذه الريليز اوتوماتيكيا في التست. اوكي، الان ننتظر. كما تلاحظون أنشأ لي موقع ويب فيه سورس، الذي لأن زيب لأن الباكيج فيه ليس سورس، فيه الباكيج دي ديبلويمنت يعني فيه الباس والدي ال ال، ونستطيع الدخول إلى الموقع عن طريق من المفروض يعني عملت عملت الأنونيموس على مستوى ES. نعم هذا هو الموقع، وكما تلاحظون الموقع شغال. هذا هو درس الديبلويمنت، اوتوماتيكلي ديبلويمنت او عملية ديبلويمنت بواسطة اوكتوبيس. اوكي،
لست أدري الوقت دهمنا، لكن سنشرح بصفة عامة الشيء المتبقي وهو الفاريابل، ونترك له درس إن شاء الله أخير في الأوكتوبيس، لكن بعد ذلك ربما تكون هناك دروس. إذا الفاريابلز هناك فاريابل خاص بالمشروع مثل هذا المشروع اسمه سوفتوير، إذا هناك فاريابل خاص به، وأيضا هناك عندما ننشئ بروجكت آخر، إذا هنا سيعطيني يعني كما تلاحظون هنا تيست، أعمل له ديبلويمنت تيست، عندما نعمل ديبلويمنت في كيو اي يظهر باللون الأخضر، عندما نعمل ستيشنج يظهر باللون الأخضر إلى آخره. نرجع، قلنا هذا المشروع يحتوي على فاريابل، الفاريابلز هذه خاصه به، هذه المتغيرات كلها خاصه به. عندما ننشئ هنا فاريابل جديد اسم الفاريابل ماي فار، هذا الفاريابل القيمه الخاصه به مثلا نسميه مثلا كونكشن سترينج، لنفرض اننا ماي كونكت دي بي، هذا اسم المتغيره، هذا الاسم المتغير نجدها في الويب كونفيج يعني الخاص بنا، في الويب كونفيج الخاص بنا نجد هذا الاسم المتغير مع الكونكشن سترينج تاعنا الخاصه بنا اللي هي سورس داتا سورس موجوده في كذا، اسم قاعده بيانات كذا، الاسم المستخدم كذا، اسم الباسورد كذا، هذه الكونكشن سترينج نضعها هنا. اذا هذا المتغير، هذه المتغيرات تعتبر متغيرات لانها تختلف من قاعده البيانات التي تكون في التست. هذا البروجكت عندما يكون في التست نفرض ان هذه كونكشن سترينج، سنقول له تيست في التيست وفي الكيو اي نفس المتغيره هذه نستطيع ان نضيف لها فاليو. كيف نضيف فاليو؟ نذهب الى هنا اد فاليو، add value ونضيف connection string أخرى خاصة بمسار اسم قاعدة بيانات، مثلا هنا اسم القاعدة سيكون test my database my db، في connection string هذا الخاصة بالprediction مثلا تكون my database my db، إذا هنا test وهنا my db. أوكي، بنفس المتغيرة تكون له قيمتين، قيمة خاصة ب test وال QA وقيمة أخرى خاصة ب staging مثلا والبرودكشن. اوكي، هذا هو يعني المتغيره. ما هي المتغيره؟ المتغيره ان ننشئ متغيرات هنا لانفيرمنت او لجميع الانفيرمنت، يعني نستطيع ان تكون هذه الانفيرمنت يعني لكل، عندما لا نعمل شيء اظن انها all، عندما نريد التحديد نحدد هكذا QA يي و staging، نستطيع يعني تحديد الكل هكذا. نريد ان هذه المتغيره في اي environment من هذه المحيطات ان تكون، ان تاخذ هذه القيمه. المتغيرات تكون في الكونكشن سترينج، في الكي مثلا عندي API، مثلا عندما اكون في التست اقوم ب لا كونسوماسيون يعني استغلال API موجوده في التست، لكن عندما اكون في البرودكشن الموقع الخاص بي في البروتكشن وعندي الابي لا اقوم باسترجاع البيانات من الابي الموجوده في التست، لابد ان تكون في البروتكشن يعني. لذلك هنا دور المتغيرات، هناك متغيرات خاصه بالمشروع، وايضا في الليبراري، هنا في الليبراري نجد نفس الشيء المتغيرات فاريبل. المتغيرات هنا الموجوده في الليبراري هي المتغيرات العامه جلوبال، الأخرى local variable وهذه global variable. global variable معناها أن هذه متغيرة مثلا الايميل، أريد في النوتيفيكيشن يطلب مني من هم الميل، من هو destinator يعني الميل لمن سيرسل، أقول له أن الميل مثلا أضع متغيرة اسمها ميل وأكتب قائمة الأشخاص الذي سيصلهم ميل عندما أعمل deployment، مثلا البرودكت اونر، مثلا يكون قائمه الديفلوبر يعني ابلغهم ان الاصدار الجديد تم عمليه ديبلويمون لهذا الاصدار، انه في التست، انه في الكيو اي، انه لمن سيخبر المبرمجين، من الذي سيخبر الكيو اي، من الذي سيخبر رؤساء الفريق ربما، هو هذا الميل. اذا عندي فاريابل اسمه ميل فيها قائمه الديستيناتير، هذه القائمه
وهذا المتغير يكون جلوبال، يعني عندما أريد أن أرسل ميل أقول له ميل فقط، وهو هذه القائمة لا داعي لها في كل مرة أنشئ مشروع أن أكتب كل الميل. أتمنى أنكم فهمتوا، يعني تأخر الوقت، سنعمل درس إن شاء الله للفاريابل في حلقة قادمة إن شاء الله. أتمنى أن يكون الدرس مفيد. إلى درس قادم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.